عملتوه النهارده، واللي يعني هو حديث الجميع من بدايه صباح هذا اليوم، الفارق هذه الميه وازاي وصلنا لهذه المعالجه زي ما اقول كده ميه يعني قريبه جدا، قريبه من مياه الشرب. هو الحقيقه هو السيد المهندس احمد عباس تفضل ويعني شرح كل الاجزاء المتعلقه بالمشروع. انا هضيف بس بعض النقاط البسيطه. اتفضل. طبعا الميه حضرتك يعني احنا قبل ما اخذنا القرار ان احنا ننفذ المشروع، احنا بدانا تواصلنا مع احدث مع جميع الشركات العالميه، و يعني استخدمنا احدث تكنولوجيا موجوده على مستوى العالم في معالجه المياه. لان احنا دلوقتي احنا كان عندنا مواصفات موجوده، مواصفات مصريه ومواصفات دوليه. احنا قدرنا الحقيقه ان احنا نطبق المواصفات المصريه ومواصفات مياه نقيه تتواصل مع بعض. لا باشمهندس ايهاب، حضرتك اتحركت، التليفون مش واضح، حضرتك اتحركت من مكان؟ مهندس ايهاب، هل المهندس ايهاب؟ طب هنرجع تاني. المهندس ايهاب يبدو انه اتحرك وبالتالي الصوت مش سامعينه، بيتكلم على راحوا كل الشركات الكبرى في العالم عشان عايزين نوصل الى درجه نقاء للميه بطريقه معينه. انت النهارده بنتكلم على ميه فيها كل حاجه، كل انواع التلوث موجوده، فبالتالي انت لما بتاخد هذه الميه وتعمل معالجه ليها مره واثنين وثلاثه واربعه، كان في شرح مفصل لسياده الرئيس بعد شويه هيبقى عندنا فيديو كمان هوريه لحضراتكم، هم بيشرحوا ازاي بيتم معالجه الميه بطريقه. نرجع تاني للمهندس ايهاب، اتفضل يا فندم. مع سيادتك يا فندم، صوتك واضح؟ رحنا للشركات عشان نشوف يعني الشركه عايزين ميه درجه نقاء متميزه. طبعا ده كان للساده المتخصصين الكيميائيين، وكان معانا اساتذه من القاهره، من هنا، من اخصائيين كيميائيين ومتخصصين في الكيمياء ودكاتره متخصصين في الكيمياء. وكان معانا طبعا الاستاذ الدكتور محمد هيكل، وهو استشاري كبير جدا ومعروف في تصميم محطات معالجه المياه. الحقيقه يعني احنا كان الموضوع كان صعب جدا ان احنا نوصل لأقصى درجة ممكنة في نقاء المياه. ده بالنسبة للموضوع يعني الموضوع الكيميائي أو الموضوع المعالجة. لكن الحقيقة أنا عايز أتكلم على المجهود الجبار اللي اتعمل في المحطة. اتفضل يا فندم. الحقيقة يا فندم يعني هي دي ملحمة. ده ما كانش مشروع عادي. والمشروع مش طبيعي. المشروع ده فعلا يعني أنا أعتقد إنه لن يتكرر يعني بهذا الحجم وبهذا الانجاز السريع جدا في وقت قياسي رغم كل الصعوبات اللي قابلتنا في المشروع. احنا طبعا طبيعه الارض اتكلم عليها المهندس احمد عباس. طبيعه الارض دي كانت صعبه جدا. المكان طبعا كل الامور اللوجستيه، ان انت في النقل والمواصلات، وطبعا حضرتك ما تنساش ظروف الكورونا. يعني احنا كنا في ذروة الكورونا، ولكن الحمد لله شغالين. قدرنا اشتغلنا عادي جدا، لن نتوقف اطلاقا ولا يوم ولا شهر. توقفتم؟ وما توقفناش اطلاقا يا فندم. الا مدة اسبوعين فقط. كان بقرار من وزيرة الصحة. لان كان في عدد من الحالات، واحنا خفنا على العمال وخفنا على العاملين والمهندسين اللي كانوا موجودين في الموقع. ولكن قدرنا نعوض ال 15 يوم اللي احنا وقفناهم دول. وبالمجهود والعمل احنا حضرتك كنا بنشتغل 24 ساعة متواصل. على مدار ال 24 شهر. زي ما تفضل المهندس احمد عباس وقال ان احنا عملنا 6500 خازوق، دول اخذوا 6 شهور لوحديهم. الوقت التنفيذ الحقيقي للمشروع اخذ 18 شهر. تتخيل حضرتك حجم المباني اللي انت شفتها واللي حاجة. حضراتكم شايفينها. كان 150 ولا 155 فدان؟ 155 فدان. أيوة. 650 الف متر مسطح. 650 الف متر مسطح. وبعدين حضرتك في حاجه انا عايز اقولها تاني للساده المشاهدين. المشروع اللي حضراتكم شايفينه ده ده مشروع فوق الارض. في مشروع تاني تحت الارض مش متشاف حاليا، اللي هو
اللي هو شبكة عملاقة من المواسير والكابلات. احنا عاملين حوالي 125 ألف متر مواسير بأقطار مختلفة، مليون ونص متر كابلات بأقطار مختلفة، ما بين كابلات كهربائية وكابلات داتا أو كابلات كل ده تحت الأرض. كل ده تحت الأرض. الأرقام حاجة تقولها، كله شغال في وقت واحد. وطبعا التنسيق ما بين الأعمال المدنية والأعمال الميكانيكية والأعمال الكهربائية في هذا الحجم وهذه الشبكة العنكبوتية وهذا التداخل في الاختصاصات، وهذا يعني شيء جبار. كان فعلا لو كان في إمكانية ان احنا نسجل بالفيديو كل اللي كان بيحصل يومي والمشاكل اللي كانت بتقابلنا وبنتغلب عليها، ولكن الحمد لله يعني احنا بنفخر وكل مصري بيفخر ان هو شارك في هذا المشروع. كل مهندس وكل عامل وكل فني سعيد جدا جدا النهارده، واحنا فرحانين جدا ان يعني كل الناس شافت المجهود الجبار اللي اتعمل، ان حتى سياده الرئيس اشاد بالمشروع واشاد جداً بالمجهود اللي عمله اللي عملته الشركات في القصه دي. الحاجه الثانيه اللي احنا ما نقدرش ننساها ان المشروع ساهم في تنميه كبيره جدا قبل ما ينتهي. يعني فتره انشائه هو ساهم في تنميه كبيره جدا في المنطقه هناك. كل الناس اشتغلت، كل المقاولين اشتغلوا، كل العمال اشتغلوا. الناس اللي عندها شقق اجرت شقق، الناس اللي عندها محلات اشتغلت، محلات اكل، محلات لبس، كل الناس اشتغلت في المنطقه هناك. احنا بنتكلم على عملت رواق كمان. طبعا يا فندم، احنا الكلام ده احنا بنتكلم في الشرق، في شرق بورسعيد يعني. احنا في سيناء، احنا مش في الغرب. سيناء، احنا في سيناء. فكل المنطقة كلها حصل فيها رواج رهيب جدا وكبير جدا، والناس كلها كانت يعني الناس سعيدة جدا جدا باللي حصل. فاحنا كله في نفس الوقت برضو الناس تقولك احنا دلوقتي زعلانين ان انتوا خلصتوا. لا، ما في مشاريع تانية كتير موجودة. في مشاريع تانية، في تنمية رهيبة في سيناء. في تنمية كبيرة جدا. نتكلم على التنمية دلوقتي، ولكن في معلومة كنت سمعتها النهاردة انه المحطة اللي قدامنا اللي هي 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، انه في دول ما عندهاش المحطة دي. يعني احنا عندنا في دول لا تمتلك مثل هذه المحطة اللي هي 5.6 مليون متر مكعب مية في اليوم. دي حقيقة. دي حقيقة يا فندم. مفيش دول تمتلك محطة 5.6 مليون، بدليل ان احنا حصلنا على التسجيل في موسوعة جينيس ريكورد العالمية، ان احنا اكبر محطة على مستوى العالم. وطبعا الموسوعة محدش بيقدر يتسجل فيها حضرتك الا لما يعني في فيريفيكيشن كتيرة جدا، وفي اوراق كتيرة واثباتات وارقام وحسابات وتدقيق غير طبيعي، وكان مجهود جبار جدا عقبال ما قدرنا نوصل للنجاح ان احنا نسجل المشروع في هذه الموسوعة العالمية. النهاردة عندنا اطمئنان لأرضنا وزراعتنا اللي هتكون في سيناء، وعندنا اطمئنان لبحيرة المنزلة والأسماك اللي هتبقى موجودة والناس هتاكلها؟ طبعا طبعا. احنا كل المياه اللي كانت غير صالحه دي والمياه الملوثه دي كلها كانت بتروح للبحيره. والبحيره كانت بتتلوث. احنا النهارده سحبنا المياه دي كلها، وبدل ما بنرميها في البحيره، وان البحيره كانت انتهت الحياه البيئيه فيها وانتهت الثروه السمكيه فيها، النهارده انت حضرتك شلت المياه دي كلها، الحياه في البحيره هترجع لطبيعتها تاني. وفي نفس الوقت انت اخدت المياه دي ما رميتهاش، انت اخدت المياه دي عملت لها اعاده تدوير للاستفاده منها، لان المحطه دي يا فندم بتوفر اكتر من 2 مليار متر مكعب ميه نقيه سنوية. صالحه للزراعه سنويا. سنويا يا فندم. تاني 2 مليار متر مكعب سنويا ميه نقيه، صالحه للزراعه. صالحه للزراعه. ونحط تحت نقيه دي 10 مياه نقية صالحة للزراعة. وحاجة بتقول 10 خطوط تحت نقية. طبعا مع زي ما بقول كده، ما عنديش أي درجة تلوث على الإطلاق. احنا عندنا معمل مركزي في المحطة، وتفضل السيد الرئيس النهاردة وزار المعمل وشاف المية قبل المعالجة والمية بعد المعالجة.
المعمل بياخد عينات يومية كل ساعة أو كل ساعتين على حسب التشغيل. والنقطة كمان اللي احنا قلناهاش ان مثلا نفترض هتقول لي طب العينة ما طلعتش كويسة. لا، لو العينة ما طلعتش كويسة من غير غرفة التحكم الآلي بترجع المية تاني لخزان مكتوب عليه خزان طرمبات الصرف. ده كان في الواجهة النهاردة، كنا في المكان اللي احنا كنا واقفين فيه مع سيادة الرئيس. كان الخزان أمامنا مكتوب عليه طرمبات الصرف. الخزان ده بتتجمع فيه المية اللي هي مراد إعادة معالجتها. احنا قلنا لا، دي العينة دي مش كويسة، فاحنا هنعالج المية دي تاني. وبترجع المية تاني من الاول، من اول مرحله للمعالجه. لا، مين هنا كل حاجه بتشتغل يعني؟ لو انا لقيت الميه مش هي الدرجه اللي انا عايزها، كل ده بيبان اوتوماتيكيا يا فندم قدامنا على الشاشه في غرفه التحكم الالي. زائد المعمل. المعمل بياخد العينات قدامنا. اهو المعمل سيادة الرئيس موجود في المعمل، اتفضل. بياخد العينه. المعمل اوتوماتيكيا بيطلع العينات عن طريق الكمبيوتر، بيسجلها على الشاشه بتاعه الاسكادا فوق. انه الناس اللي موجوده في غرفه التحكم بيبتدي على طول بيشوف الـ 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 النتائج الاختبارات. لو في اي نتيجه مش مظبوطه، مجرد ان هو بيدوس على بعض الازرار بتتحول الميه تاني، بترجع للخزان. ومن الخزان بتاع طرمبات الصرف بترجع الى اعاده المعالجه من المرحله الاولى تاني. مش عادي نقطه ميه الا وهي ما فيش درجه نقطة ميه ايوه قول لي. مستحيل. 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 احنا يا فندم ما شغلناش المحطه وما اعلناش، ما اعلناش الافتتاح. لما جاء الصحه اخذت 3 من الميه بدرجه نقاء محققه للمواصفات العالميه. وفي نفس الوقت طبعا مطابقه للكود المصري. عملنا كام تجربه عشان نطمئن على المية وعلى درجة النقاء والصحة تاخد عينات؟ عملنا تجارب كذا مرة. احنا عملنا بالضبط 3 تجارب. ايوة. والـ3 تجارب الحمد لله كانوا ناجحين من اول مرة مع وزارة الصحة. نعم. فالنهاردة كمان بنطمن على سيناء زراعة بمية نقية، بحيرة المنزلة مية نقية موجودة في البحيرة بدل الحالة التلوث اللي كانت موجودة فيها على مدار عشرات السنوات. بالظبط يا فندم. الاضافه ايه تاني؟ يعني ايه الاضافه ايضا النهارده من هذه المحطه اللي واخده انفاق كبير؟ بنتكلم حوالي مليار دولار او اكتر من مليار دولار. ايه اللي كمان الرساله، وايه اللي كمان انا بقوله للناس واحنا بنعمل هذا الانفاق وانفاق كبير جدا في هذه المحطه العملاقه؟ يا المحطه فندم حضرتك، المحطه 155 فدان. احنا بنقول ان 155 فدان دول تم استصلاحهم. يعني احنا كده نعتبر استصلحنا 155 فدان. احنا ما استصلحناهمش زراعه، احنا ما زرعناهمش، ولكن احنا بنينا فيهم منشآت قادره ان هي تساعد على زراعه الاف الافدنه في سيناء. وفي نفس الوقت انا لما يكون عندي محطه بهذا الحجم وعلى محور قناه السويس، نعم، وفي الشرق بقلب سينا، طب هو طبعا يعني بالطبع وبالتتابع هيبقى فيه منشآت اخرى حواليها، هيبقى فيه حياه حواليها. ده بيبقى مركز حياه موجود، مركز حياه وشريان هيبتدي يعني تكوين مجتمع. بالظبط. بالظبط يا فندم، هيبقى فيه مجتمع حواليها، هيعيش الناس حواليها. لان في طبعا دي هيبقى 3 ورديات يا فندم، الناس دي هتروح وتيجي. فيها هيبقى فيه طبعا هتبتدي بعض المنشآت تبقى حواليها، بعض البيوت، بعض ال ايهاب بيه. النظافه اللي في هذا المشروع في النمسا من كام سنه كده، وكان سياده الرئيس في زياره وكنا موجودين هناك، دخلت مصنع لتدوير القمامه. النظافه اللي انا بشوفها النهارده عندنا لا تقل ابدا، بل ربما تتفوق على اللي انا شفته في النمسا. حافظوا على نظافه المكان زي ما شفناه النهارده. المكان الحقيقه يا فندم باشاده الخبراء الاجانب اللي كانوا موجودين معانا وشافوا بعينيهم، قالوا لا الحقيقه احنا ما وصلناش الى هذا المستوى. احنا ما عندناش محطه بهذا الحجم ولا بهذا المستوى. لا انشائيا ولا تصميميا ولا يعني ده مش محطه يا فندم. حضرتك لو تشوفوا في الفيديوهات وانت شفت المحطه النهارده وزرتها، ده منتجع. منتجع صحيح. يعني ده منتجع. نعم. تصميم يعني ذوق رفيع زي ما نقول كده، الوان والحاجات واللاندسكيب والحاجات، يعني حاجه مختلفه. ده مجهود جميع البشريه المدنيه والمعماريه، وفي ناس مصممين يعني في بعض المكاتب الاستشاريه التصميم الخارجي ومكتب استشاري للتصميم الداخلي. الحقيقه احنا
لم ندخل اطلاقا في صرف اي جنيه واحد لكي تخرج هذه المحطه بهذا الشكل الرائع والمبهر اللي فرحنا كلنا النهارده واسعدنا واسعد سياده الرئيس واسعد كل الساده الحضور النهارده في المحطه. فكره استخدام الاوزون لاول مره معناها ايه؟ ممكن تشرح للناس؟ فكره استخدام الاوزون هو الاوزون بمنتهى البساطه كده بتجيب في اسطوانات اكسجين، الاكسجين بيجي لنا اكسجين سائل بيتحط في الخزانات البيضاء اللي هي كانت موجوده النهارده لو حضرتك تعرضها الطويله البيضاء. ايوه دي خزانات اكسجين سائل بيجي فيها الاكسجين السائل، جنبيها مبنى اسمه مبنى مولدات الاوزون. المولدات دي بتعمل ايه؟ دي بتحول الاكسجين السائل الى اوزون. طب نستخدمه في ايه؟ الاكسجين السائل طبعا حضرتك الاكسجين O2 والاوزون O3. بنستخدمه في الاكسجين؟ بنستخدمه في تعقيم المياه. انا عندي مواصفات معينه عندي كود انا لازم احترمه. فانا من ضمن المواصفات اللي انا بلتزم بيها في ايتم معين او في بند معين لو زاد عن الحد فانا بضطر اتدخل بالاوزون علشان احافظ على نسبه الميه واحافظ على درجه الماء. بعد مرحله الاوزون بدخل على مرحله الكلور اللي هي مرحله التعقيم الاخر او التعقيم النهائي للميه. هي دي اخر مرحله كلور اللي هي احواض التلامس بالكلور. اولا مبروك مره ثانيه، شكرا لحضراتكم بصراحه. نفتخر ان احنا عندنا شركات كبيره وعندنا يعني مهندسين كبار وعندنا ناس كبيره بتقدر تعمل امر النهارده زي ما بقول كده تنافس بيه الشركات العالميه الكبرى في هذا المجال، نقدر نقول ده على الارض النهارده بنتكلم حقائق مش كده؟ الحقيقه يا فندم احنا بنقول المحطه موجوده. نعم احنا بنقول المحطه موجوده، احنا مش بنقول هنعمل محطه. نعم احنا مش بنقول احنا هننشئ محطه، مش بنقول هنحط حجر اساس. لا احنا النهارده سياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بيروحش اي مشروع الا المشروع شغال، المشروع حقيقه واقعه على الارض. مهندس ايهاب جرجس بشكرك.